السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي إن شاء الله في هذا الدرس هذا باش نهضروا على الواجهات البرنامج، نحاول ما أمكن أن نتعرف على بعض الخصائص في هذه الواجهة. نبدأ على بركة الله. أولا نختار البرنامج بالواجهة العربية، مع العلم أنه كاين برنامج بواجهة بالإنجليزية. أولا لانسي البرنامج، تسنى ريثما يتم تحميل الإعدادات. أولا هذه أول نافذة كتظهر لنا هي نافذة مرحبا بك، فيها هنا الأعلى اسم المشروع اللي كنا خدامين عليه من قبل، هنا اسم المشروع الجديد، هنا عنوان المشروع فين كيتحط في البيسي، هنا الاعدادات ديال الفيلم ديال المشروع يعني الابعاد ديال المشروع. هنا في حالات ما بين هاد الواجهه هادي تبان لينا مره اخرى، كنكوشيو هادي ما باقيش كتبان لينا، كندخلو ديريكت الواجهه الرئيسيه. حنا دابا ان شاء الله غادي لان غادي امبورتي واحد الفيشي ديال الفيديو ما عارفينش الابعاد ديالو، غادي ما غاديش نحدده هنا، غادي نخليه بارتي فو هادي حتى نستدعيو الملف، عاد ديك الساعه نقولوا ليه يحولوا لينا على حسب الابعاد ديال الفيديو علاش غادي نخدمو ان شاء الله. في حاله الا كنا عارفين مسبقا الابعاد ديال الفيديو باش صورنا كنختاروه من هنا باش نخدمو على ابعاد محدده. غادي نديرو حسنا هنا كما قلنا عندنا واجهه الاولى ديال التسجيل، وواجهه ديال التحرير، وواجهه ديال الكرافاج باش كنخرجوا العمل في دي في دي ولا ولا ملف ممكن امبورت نكسبورتيو لليوتيوب ولا نعطيه لاي صديق ولا اي واحد صوبنا ليه العمل ديالو. اولا عندنا هنا الشاشه، اولا من الفوق هنا بين مشروع جديد، هنا فتح مشروع من قبل، هنا حفظ المشروع، هنا اعدادات المشروع، هنا مساعده، هنا عندنا قوائم ديال النافذه، اي نافذه عندها قوائم وكل قائمه في واحد العدد ديال الاوامر وسط منها شي كله، وان شاء الله غادي نحاولوا نتطرقوا ليه في وسط المشروع باذن الله وقوته. هنا عندنا شاشات هنا عندنا شاشات المعينة، هنا الأزرار التحكم في المعينة وفي المشاهد، هنا عندنا تحديد اش بغينا، واش بغينا نسجلو، واش بغينا نستردو ملف، واش بغينا نكرافيو، واش بغينا نسجلو من كارت تي في ولا كارت ساتيليت. هنا عندنا في الأسفل أي فيديو زدناه، إلا كيتزاد هنا واحد المربع كيحتوي على الفيديو اللي زدنا. هنا عندنا الى بغينا نزيدو تكست يعني عنوان ديال الفيديو ظهر لينا، هنا الى بغينا نزيدو شابيتر يعني مقطع مرحله من مراحل الفيديو، هنا الى بغينا نضيفو مؤثرات او الى بغينا نحسنو في الفيديو من ناحيه الاضاءه، من ناحيه اللون، من ناحيه السرعه ديال الفيديو. هنا كيكون عندنا الاسم ديال المشروع والعدد ديال دقائق الافتراضي، مع العلم ان هاد المده هادي كتغير على حسب الفيديو اللي كنضيفو للبرنامج. اولا نبداو بالتسجيل، التسجيل كما قلنا البرنامج كيقوم بواحد العداد ديال الوظائف، واي وظيفه الا عندها واحد الايقونه واحد ليكون كترمز للوظيفه، وهنا كيبان لينا الدور ديال اي ايقونه. مثلا هنا كيعطينا تسجيل من هذا المصدر يعني ميني دي في دي كام كودير، هنا اشدي هنا تسجلو من هاي، هنا كيعطينا انالوجيك تي في ولا فيديو انبوت ولا في اش اس ريكورد ولا الويب كام.
هنا وكذلك يأتينا أن نسجل من الويب كام ولا من الفيديو ولا من الفيديو كاميرا ولا من تي في كارت. هنا ممكن نسجل من الميكروفون ولا من تاب ريكورد ولا من ميني ديسك بلاي إلى غير ذلك. هنا تسجيل شاشة الكمبيوتر، يعني بحال هاد الدرس هذا اللي كنسجله ممكن نسجلوه من هذا الإطار هذا. إغلاق. هنا استيراد، استيراد ملف، كتعطينا هاد الشاشة هادي تحميل ملف الوسائط. يعني حنا دابا نشوفو الملف فين حطيناه، غادي نستردو كنختارو الملف الريبيرتوار يعني مجلد فاش كاين، كنختارو الملف اللي بغينا نختارو، كنديرو ليه فتح. هنا كيعطينا هاد الرسالة هادي كيقول لنا بأن درجة الريزوليسيون ديال يعني الأبعاد ديال المشروع ديالنا هي 720 على 576 و25 فرام بار سكوند، يعني 25 صورة في الثانية، بينما الملف اللي بغينا نبورطيو ندخلوه للبرنامج العنوان ديالو ها الريزوليسيون ديالو هي 720 على 404، كاين فرق بين 576 و404، يعني كاين الفرق في الأبعاد. في حالة إلا ما كان الفرق ما كتبانش هاد النافذة، في حالة إلا كان الفرق بين الأبعاد ديال المشروع اللي خدامين عليه والفيديو اللي بغينا نأمبورتيوه المشروع، كيعطينا هاد النافذة هادي وكيقول لينا واش بغيتي تضبط، يعني تضبط البروجي يعني المشروع ديالك على حسب الأبعاد ديال هاد الفيديو اللي بغيتي تدخل أو لا. مي نقول له حنا ناه غادي نقول له ضبط باش يحول لنا المشروع ديالنا الابعاد ديال هذا الفيديو هذا، باش يوحد لنا الابعاد ديال الفيديو باش ما يكون عندنا مشكل في الرندر. انا كنتسناو حتى كيتحط الفيديو، حتى فاش كيتحط الفيديو يتحط عندنا هنا كيعطينا الوقت ديال الفيديو والاسم ديال الفيديو كيتحط عندنا هنا. بغينا نعاينو الفيديو انا كنختارو كنوركو على بلاي. كنستوبيو الفيديو، نمشيو مثلا نضيفو ملف اخر استيراد، بمجرد ما كنوركو على استيراد كيدينا نفس المجلد فاش كنا مؤخرا. نختارو فيديو اخر مثلا، مع العلم اننا ممكن نديرو ديتاي باش نختارو باش نعرفو الحجم ديال الملف ونختارو الوقت ديالو. هنا كيعطينا الابعاد ديمونشن الابعاد ديالو، اختارو مثلا هذا نديرو مثلا اوبن يعني فتح. هنا كيقول لك واش بغيتي المراد الحاق الافي، هل ينبغي واش بغيتي هذا الملف هذا تضيفه هنا ولا بتدير ملف جديد، يعني كيتحط فوق من هذا بلاصتو هذا. هنا كيقول ملف جديد باش يتحط حداه. هنا كيعطينا نفس الفوائد، كيعطينا نفس الميساج، هنا كيعطينا نفس الميساج، كيقول لك نفس الميساج اللي بان كنقول ليه ضبط. تسناو حتى كيطلع تشونج الملف تحط الوقت وتحط الصورة ديالو هنا كما كنا نختارو ونركو على بلاي. يعني العملية باينة كيفاش نامبورتيو اي فيديو وندخلوه للبرنامج. في الدرس المقبل ان شاء الله غادي نخدمو على كيفاش نخدمو على الفيديو، يعني كيفاش نخدمو عليه المونتاج، كيفاش نقطعوه نفصلوه في الفيديو، كيفاش نحذفو المشاهد اللي ما بغينا، كيفاش نضيفو المشاهد الانتقالية. إن شاء الله نتلقى في الدرس المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.